اهلا وسهلا بكم اعزائي مشاهدي فضائيه العراق التربويه. وزاره التربيه وكادر فضائيه العراق التربويه بالتعاون مع مديريه الشرطه المجتمعيه وبرنامج مدرستك امانك. راح نشوف اليوم فد مفصل جميل، فد تشخيص رائع، فد نشاط مميز اللي هو التشجير. التشجير هو في الشوارع وفي الحدائق ولا يخلو من تشجير المدارس. دور الشرطه المجتمعيه مهم جدا، ودور وزارة التربية في تغطية هكذا نشاطات مستمر. وبرنامج مدرستك أمانك، ابقوا يعني. أعزائي المشاهدين، دائما في الفترات السابقة كنا نعاني من حالة التصحر، لكن اليوم دا نشوف الخضارات، دا نشوف الزرع. الزرع الأخضر يطيب النفوس. فأريد أسأل أخوتنا في الشرطة المجتمعية وهذا الدور المهم بصراحة، منين جتي فكرة التشجير؟ أولاً أهلاً وسهلاً بك أستاذ العزيز أستاذ علي نجم العزيز. اليوم الشرطة المجتمعية تعمل على مفهوم الأمن الشامل. أيضاً المفهوم الأمن الشامل اللي تعمل عليه الشرطة المجتمعية هو الأمن البيئي والصحي. لذلك قامت الشرطة المجتمعية بتكثيف حملات زراعة الشتلات بالتنسيق مع الدوائر الخدمية والدوائر البلدية كمن قاطع مسؤوليته. اليوم احنا دخلنا الى المدارس نعمل على تشجير الحدائق والمنتزهات ايضا، وايضا الساحات التي حاليا التي كانت بها تصحر، ايضا بالتعاون مع الجهات الساندة من الدوائر البلدية قمنا بعملية ازالة ورفع المخلفات وايضا القيام بزراعتها. شو وقت بدت هاي الحملة؟ الحملات حقيقة الشرطة المجتمعية مستمرة في هذه الحملات، لأن هي تعمل وفق منهاج، وهذا المنهاج هو مفهوم الأمن الشامل مثل ما قلت لك، الأمن الصحي والبيئي، ليش؟ لتوفير أجواء ملائمة خاصة المدارس. هذا راح تبقى في هذا الموسم فقط لو من المواسم القادمة والمختلفة؟ أكيد الحملة مستمرة، ما عندنا موسم يعني متوقف، لا بشكل استمرار لإدامة هذه الحملات. زين ليش ما استثمرتوا بأنه في ايام العطل في العطله السنويه لو استثمرتوا هذا الموضوع بشكل سريع؟ حقيقه استثمرنا هذا الوقت اول شيء بشكل سريع، ثانيا ايضا نعمل وفق العمل التطوعي الخدمي، يعني هنالك نلاحظ من ندخل المدارس بعض الطلاب يشاركونا في هذه الحملات، حملات التطوع، حملات تصير حمله عمل جماعي، حمله تطوع جماعي، ايضا يشاركونا خاصه طلاب التلاميذ الابتدائيه ايضا يشاركونا في حمله زراعه الشتلات وكيف يتم غرز وزرع الشتله، ايضا هذا من باب ايضا يعلم الطالب الابتدائي كيف يعني يزرع الشجره او كيف يعني يكون هذا الطالب يكون الشجره اللي يزرعها تكون باسمه. يعني الحين من يصير بالاول ابتدائي الى اساس ابتدائي هاي الشجره ظل باسم هذا الطالب ادامتها، يعني يسقيها يحافظ عليها يغلفها من هاي الامور. شكرا جزيلا. طبعا مثل ما قلت لكم مديريه الشرطه المجتمعيه هي تتدخل بكل مفاصل ومشاكل الموجوده في المجتمع، وان شاء الله كل مشكله لها حل. مستمرين ياكم. أنا أتجول بمدرسة الحكمة، شفت طالبات أخوات بناتنا مثل الورود حاملين ورود، والتقينا ويا طالبة راما غيث من برلمان ثانوية الحكمة وكشافة، واليوم جبتونا هاي الشتلات من الشرطة المجتمعية، شاكرين الجهودهم كلش، ودائما يزورونا دائما ويانا، مو بس من ناحية الزرع حتى من نواحي هواية يعطونا محاضرات، وهذا الزرع يعطي جمالية للمدرسة، حتى الطالب انه تكون نفسيته مفتوحة، يشوف مناظر حلوة، زرع، خضار، ومن واجبنا طبعا ما دام جابوا لنا هم الشتلات نهتم بيها، نحافظ عليها، ما نقطعهن، وكل شكرا. وشكرا لكم لانه انتم متعاونين مع الشرطة المجتمعية، وهذا هدفهم هم انه يوفرون كل ما هو جميل وجيد ورائع. شكرا مرة ثانية البناتنا الطيبات الراقيات. سنة تحكي لنا شوية؟ أتمنى طبعا مثل ما احنا نحافظ على الزرع وانه نزرع مو بس احنا، انه كل المدارس وتحافظ على الحدائق العامة ويحافظون على نظافة المدرسة وعلى نظافة اي شيء ان شاء الله. زين انت بالبيت عندك زرع؟
طبعا احنا 3 بيوت انه كله زرع، ماما كلش تحب الزرع، فيعني نعتني بيه، انه الزرع يحتاج اعتناء، انه لازم نعتني بيه بالصيف، الى اكو زرع بالصيف يعيش، اكو بالشتاء، انه كل واحد الى وقت. ان شاء الله. شو يعني لك الزرع؟ كلش يعني لي هواي، احس يعني هيك يصير روح بالبيت، انه خضار واحد حتى من يشوفه تنفتح نفسه، وحتى نبات يعني من اللي ربي زرع دائما نشوفه يحسه مثل الطفل، حتى يحكي وياه ويجي يشوف اوراقه، من يحسه ذبلان يزعل عليه، فكلش يصير قريب عن نفس الزرع. زين، شو تحبين تقولين هاي الورده؟ شكرا. للورده؟ لو لت جاب الورده. لت جاب الورده من الورده؟ من جاب الورده؟ الشرطه المجتمعيه. شكرا للشرطه المجتمعيه ودورهم المهم. وشكرا لمن تعاون مع الشرطة المجتمعية من وزارة التربية، من فضائية العلاقة التربوية، من أمانة بغداد. فعلا هم متواجدين ويانا وموفرين هذه الأشياء، فنشكر بشكل خاص من أمانة بغداد وتواجدهم المستمر. شكرا جزيلا. طبعاً حرص الأستاذ من أمانة بغداد أنه يقول أريد أنطي توجيهات ويعني شلون نعتني بهذه الشتلات للطالبات، يعني لأنه مو أصحاب مصلحة بهذا الموضوع، أكثر خبرة الأستاذ. مرحبا. أهلاً وسهلاً. يا هلا، مرحبا بك، الشرف بكم قناتكم الشريفة. الله يسلمك. أنت من أي بلدية؟ نحن من دائرة المتنازهات والتجير. أعطيهم المحاضرة للطلاب. المحاضرة طبعا بالتعاون مع الشرطة المجتمعية وبجهود أمانة بغداد وفرت لنا عدد من الشتلات، فقمنا بجلب الشتلات إلى مدرسة الحكمة، فقمنا مع الطلبة طلبتنا الأعزاء بالتعاون مع إدارة المدرسة أيضا بحمل هذه الشتلات الجميلة وزراعتها في المدرسة. طبعا شاكرين جهود الشرطه المجتمعيه اللي تعاونت معنا. نريد احنا شلون يعتنون بهاي الشتله؟ شلون ندعو طلبتنا الاعزاء بالاهتمام بهذه الشتلات، لانه هذه تنطي فد اجواء جميله، تنطي اجواء حتى بالبيوت، بيوتنا نهتم بها، يعني مو فقط بالمدارس، ايضا الاهتمام بالاساله الماء، انه لا نبذر بالنظافه، ايضا نظافة المدارس، نظافة الحدائق، كلها هاي تدعونا أنه نهتم بهذه الأمور المهمة في بيوتنا والمدارس. شكرا جزيلا. نلتقي بالأخ الحبيب، عرفنا عن نفسه. مفوض بحر فلاح حسن من الشرطة المجتمعية. شنو دوركم؟ كو حملة من الشرطة المجتمعية هي الأمن البيئي، هاي فكرتها أنه رفع المخلفات ودامة المساحات الخضراء، ولا بد أنه نرفع مساحات، نديم المساحات الخضراء وين؟ بالمدارس. بالمدارس. اليوم نشوف أكو صراحة أكو يعني هواي جانب تصحر المدارس، نسعى هذا الشيء بجهود أمامة بغداد وبتعاون طلابنا وطالباتنا، لأن هم راح يحافظون يديمون عليها مثل ما وصاهم هسه أبو الأمانة أنه شلون يهتمون بالأشجار. إحنا راح نسعى أنه كل فترة نزورهم، وهذا الشيء المعتادين عليه مفارزنا الموجودة ببغداد وبالمحافظات، دائما عندها زيارات مستمرة للمدارس، هم تطلع على مشاكل الطالبات وتوقف إذا أحد محتاج من عندهم، وبنفس الوقت أنه نشوف الزرع مالتنا وين وصل. الزرع مالتنا وين وصل؟ من باب احنا هم ناكد عليهم يا تهتموا بي اكثر، واحنا هم نزيدهم بالشتلات وعن طريق امانه بغداد، واكيد طبعا شكرنا لكم لان عن طريقكم انتم جاي توصلون رسالتنا وصوتنا لكم. شوف، هو مثل ما يقول قوم التعاون ما ذلك. فاحنا كوزاره التربيه وكفضائيه العلاقه التربويه وكامانه بغداد وكشرطه مجتمعيه مستمرين دائما، ودائما نسمع احنا نقول الشرطه في خدمة المجتمع، وفعلا انتم كنتم خير الداعمين ومستمرين بهاي حملاتنا، وهي قلنا احنا نشخص المشكلة ونحلها. فاليوم كانت حلقتنا خاصة في تحديدا على تشجير المدارس والشوارع، وعندنا بعد حملات مستمرة وحلقات مستمرة بالتعاون مع وزارة التربية وكادر فضائية العراق التربوي والشرطة المجتمعية. مستمرين ياكم، ومدرستك أمانك. مدرستك؟ أمانك. مدرستك؟ أمانك. شكرا جزيلا، انتظرونا في حلقات قادمة إن شاء الله. في أمان الله.